أختي وإياكم اليوم عن التوازن. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تدرك أن هذا الدين دين توازن، فهو لم يكمله لنا إلا أنه أكمله لعقولنا ولقلوبنا ولأفئدتنا ولأرواحنا. الحياة التوازن، نطالع وإياكم نصوصا من كتاب الله تعالى ندرك أهمية التوازن الذي ينبغي لنا أن نعيشه اليوم، إذ ليس التوازن في الطعام والشراب. إن بعضنا اليوم تمسك بنصوص التوازن في طعامه وشرابه ونسي نصوص التوازن في عقله وفي تفكيره وفي قوله وفي كل شيء. ربنا جل وعلا لما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه طلب للتوازن لينفق ذو سعة من سعته، لكن في نفس الوقت أن هذا التوازن يصفه صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. إذا كان الذي يدخل بدنك من طعام أو شراب أو غيره ينبغي لك أن تحسن التوازن. إذا اختل توازن الطعام في البدن ماذا يفعل في البدن؟ تتصور ماذا يقع لك أنت إذا اختل جانب السكر أو الضغط في البدن؟ ماذا يكون؟ هذا الأمر والتوازن لو وجد في عقل الإنسان لسعد في حياته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في علاقتنا بالآخرين، أليست زوجتك التي تعيش معك قد اختلج في نفسك كلام أو موقف لأكثر من مرة لم تبديه لها، بعد سنة أو سنتين قلت الحمد لله أنني ما تكلمت في هذا الموضوع، والعكس صحيح. قول استعجلت ولم تتزن فيما تقول ففرط لسانك، ففي كل مرة تؤنب نفسك لماذا صدر منك هذا الأمر وهي زوجتك عشت معها ردحا من الزمن. ربما بعض الحاضرين معنا عاش مع زوجته نصف قرن الآن، تخيل نصف قرن، والبعض عاش ربع قرن، والبعض الآن عاش معها سنة أو خمسا أو عشر سنوات. كفيلة أعطتك درسا في التوازن، ورأيت نفسك أنك إذا أسهبت وما قدت زمام الحياة الأسرية ماذا يقع، وإذا حزمت وأغلظت وبخلت وجفيت انظر ماذا يقع. إذا كانت الحياة الأسرية تحتاج إلى توازن، ما بالك بحياتك بأكملها اليوم التي أنت تعيشها تحتاج إلى قاعدة التوازن. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا في ثم حديث توازنه مع صحابته مع أهل بيته، وكلكم يرى من المواقف التي كانت ملئت بالتوازن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع لما خف عندهم منسوب التوازن وكثر جانب الغلو مثلا في الدين أو الغلو في المعتقد أو الغلو في العبادة أو غير من الأشياء، بماذا يتهم عمر؟ أنه غليظ وأنه شديد وأنه ذو بأس غليظ. فيرد عليهم ويقال إذا كنتم تقيسون بميزان الجهاد والقوة والرجولة فقد أخطأتم، فعمر هذا الذي ترونه بهذا الوجه هو في ميزان التوازن في بيته ملاعبا. إذا جئت إلى ميزان التوازن العبادي لم يكن غليظا ولم يكن قاسي القلب، إنما كان متزنا، كان بكاء، كان عابدا، كان زاهدا. هذا ميزان التوازن. ميزان التوازن أن لا يفرط جانب على جانب فتعرف بذلك الأمر، إنما في موطن الجد فأنت رجل جاد، وفي موطن العبادة فأنت عابد، وفي موطن الأطفال فأنت رجل مداعب، وإذا مواطن الرحمة فأنت رحيم. هذه فطرة فطر الله عليها الناس. أما ترى الكفر اليوم يبكون على كورة؟ إن أنت لا تنظر أن هذا يعظم الكورة، إنما انظر أنه بكى. طبيعة بشرية، طبيعة بشرية، لكن نقطة الضعف عنده أن يبكي عند انهزام كورة، وأنت تبكي
عند انهزامك عن صلاة. شوف الفرق، أنت عندك ميزان التوازن غير ميزان الذي عنده، فرق في ميزان التوازن. فميزان الذهب غير ميزان الخضرة. أرأيتم بائع ذهب يزن الذهب في ميزان الخضرة؟ لاختلاف الميزان. فأنت ميزانك مرهف، ميزان ذهب، لا بد أن تحسن التوازن. لما قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، لماذا لا نطبق هذه القاعدة أن نقول للناس حسنا مع العامل الذي بالشارع؟ لماذا أحسن القول الحسن عندما أزور أمير أو أقابل وجيه أو غير من الأشياء؟ يا بني آدم خذوا زينتكم، وقف هنا، ثم قال عند كل مسجد تأكيدا، لكن خذوا زينتكم عامة أيضا، توازن. ما تكون والله تأخذ زينتك في مناسبة وفي مناسبة أخرى لا تأخذ زينتك، تحسن أن تتأدب في مكان ولا تحسن تتأدب في مكان. بعضنا اليوم تراه في مجلس ذو رسمية لا يعلم أمرها إلا الله، وفي مجلس آخر من ألطف الناس، لا يعرف هذا ميزان التوازن. ميزان التوازن أن تعطي كل مكان ميزانه، لكن لا تختلف شخصيتك، فالشخصية واحدة والتعامل واحد. لذلك أن الميزان الذي نحن اليوم بأمس الحاجة أن نقيس به ميزان العبادة. ينبغي أن ندرك أن اليوم نحن أمام أولئك هم المؤمنون حقا الذين يحسنون أن يزينون الأمور. أعطيكم مثال، والدك يحتاج منك قمة الميزان. التعامل مع الوالدين ليس حب مشروط، أعطاني أحبه، وهبني أحبه، ساعدني أحبه، زوجني أحبه، هذا ميزان ليس ميزان صحيح. ميزان قدم لي أقدم له، هذا ربما الناس تتعامل بهم معه، لكن والدك لا، ميزانك واحد. لو ما قدم لي ريال في حياتي أنا أحبه، لو ما قدم لي شيء أحبه، أمي في البيت أحبها، مهما كان الأمر. تجد البعض منا يهجر أبوه ولا يهجر أمه اليوم يومين ثلاثة أيام، ليه؟ في خاطره شيء. أقول بكل صراحة، من بيّن أن في خاطره شيء فليس عنده ميزان، ميزانه اختل. الميزان الصحيح أن تأتي عند عتبات أمك وتزور والدك في البيت دون أن تحسس أن في خاطرك شيء، هذا الميزان الصحيح. أما إن كان ميزانك مختل، أي عبارة تختل ميزانك، تحبني أو أنا أحبك، ميزاني معك واحد. ولذلك أشهد الله أنني أحبكم جميعا بميزان واحد، هذا ما أدين الله به، هذا لو تربينا عليه سوف نعامل الناس كلهم سواء، سوف نعيش مع الناس كلهم سواء، لأن الميزان واحد. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه أعطانا ميزان دقيق جدا، فقال أحبب حبيبك هونا ما، وابغض بغيضك هونا ما. ليه؟ الجواب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ميزان. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، الغلو زيادة وهي مذمومة في شريعة الإسلام، مذمومة. لذلك الله جل وعلا حدد لنا فأخبرنا فقال حتى في أبسط الأمور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ما تجي تضيف ولا تنقص. العصر فرضت علينا بعدد معين، جاء الأمر من الله ومن رسول نطيع. ميزان، حتى تسير هذه الحياة على ميزان. ولذلك كيف يمكن أن نستشعر أننا نزل الأمور؟ قد يظهر لك يوم من الأيام شيء لكن في بواطنه شيء، أنت لا تعلم بذلك الميزان. ولذلك باب القضاء والقدر غيب عنا، غيب عنا باب القضاء والقدر. لماذا غيب عنا باب القضاء والقدر؟ لأن به أسرار. فأنت تحب الله والقدر مغيب عنك، وتحب الله وإن لم يعطك فأنت تحبه وتطيعه، وإن لم يجعلك ثريا وإن لم يجعلك صحيحا فأنت تحبه.
لأن ميزانك ميزان أنه خالق، أنه ربك، فأنت تحبه وتطيعه، بل إنك إذا مرضت تقربت إليه أكثر، بل إنك إذا جعت تقربت ودعوته أكثر، بل إنك إذا مستك البأساء والضراء تجرعت إليه أكثر. شوف العكس، شوف الميزان كيف. إذا الميزان يزيد إذا أحسست أن هذا قد نقص عنك. فلماذا لا نطبق هذه القاعدة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا قال رضي منها آخر. يوم الأيام رجل جزاه الله خير وقعت يعني يكلمني وهو يريد طلاق زوجته، فقلت له، وهذه دائما أنصح أي إنسان يعني يستشيره الناس أو يأخذون برأيه أن يسأل هذا السؤال الدقيق: ما هي طبيعة عملك؟ حتى تعطيه مثال في طبيعة عملك. فقال: والله أنا رجل أعمال، يعني أنا رجل أعمال، عشت مع المرأة نسيت والله 15 سنة أو 13 سنة تقريبا. فقلت له: ما شاء الله، يعني عندك شركة؟ قال: نعم عندي شركة. قلت: يا أخي الكريم، عندك مدير مالي أو كذا؟ نعم. قال: عندي مدير مالي وعندي محاسبين. قلت له: ما في واحد من الموظفين هؤلاء؟ كرهته وعزمت تفصله، لكنك أخرت قرار فصله لأن ما عندك بديل. قال: صحيح، أصلا ليس مصلحة أن أنا أفصله وأنا إيش وأنا ما عندي بديل. قلت: متى تفصله؟ قال: إذا جبت بديل. قلت له: خطأ. قال: إذا جبت البديل وجربت البديل. قال: لي والله صح. قلت: يمكن البديل ما يتقن فتصبر على إتقان هذا. قال: لي والله صحيح. قلت: يا أخي الكريم، فهمت مثالي؟ من اللي فهم؟ شو رأيكم في الجواب؟ قلت له: يا أخي الكريم، تطلق امرأة، تفسد بيت، تيتم أطفال، تكره، تصنع بغضاء، تصنع معاداة، تخلق لك مشاكل، تخلق لك أمور. أولا أوجد بديل، يمكن المرأة الجديدة تفشل معك، لا تحسن تربيتها، يمكن تكون الأولى هذه هي الصابرة هو أنت. وصلت الرسالة له بدقة: يمكن تكون الجديد الثانية الأولى هذه إيش هي؟ إيش هي؟ الصابرة، مو أنت اللي صابر. والله تأثر من هذا المثال. قلت له: إذا كنت تخاف على شركتك أن تصاب ليكن عندك ميزان. لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق، ميزان اعتدالي. إذا كرهت زوجتك أنت اليوم ففكر يا أخي، شفت واحد عاقل حتى سيارته وهي خربانة يروح يبيعها وينتظر يدور سيارة؟ حتى سيارته وهي سيارته، بل ماذا يفعل؟ يصبر، أليس كذلك؟ حتى بيت، لو أراد أن يشتري بيتا جديدا أو يبني بيت جديد شرط على الذي باعه بيته، يقول: امهلني سنة وسنتين عشان أخلص بيتي الآخر، ما يجلس بالشارع. فما رأيكم بإنسان لا يعرف الموازنة؟ حتى تبغض أخوك المسلم أو تكره فلان أو تهجر فلان، يا أخي أول هل أنت عندك بديل؟ هل عندك صاحب بديل؟ هل عندك مجلس بديل؟ هل عندك شيء بديل؟ فكر بالموازنة. لذلك إذا كرهت زوجتك في شيء فتريث قليلا، حكمت عليها أول النهار لا تحكم، لعل الليل يأتي فيتغير الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتعجب: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها؟ كيف يكون هذا؟ هذا ليس عنده ميزان، ليس عنده موازنة. لذلك تجد الذين يبتلون اليوم بالمعاكسات أو الابتزاز أو العلاقات النسائية أو غيرها لا يستقر في حياته الزوجية، لأنه ليس عنده ميزان، ما يستطيع أن يزن الأمور، لا يستطيع أن يزن. ولذلك لماذا الحلال لا يستطيع الإنسان أن يتقن فيه حسن المداعبة والملاطفة والقول الجميل، بينما يتقن لغيره؟ بعضنا لو تكلمه امرأة أو يقابلها في مستشفى أو يقابلها في مكان أو تناديه، انظروا بأي عبارة يخاطبها. اسمحوا لي لن أتكلم عن النساء كيف يخاطبون الرجال، فأنتم أعرف، لكن أنا أتعجب من رجل تكلمه ولو في سن عمر امرأة في 50 أو 60 أو 70،
تمسي عليه، انظروا حسن أسلوبه. وأنا أجزم أن زوجته معه في البيت لم يمسي بها ولم يضاحكها ولم يداعبها، لأن ميزاننا خاطئ، ينبغي أن نصلح هذا الميزان. فلعل إحدى كفتيه قد فقدت جناحها أن تحمل الميزان. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة الزلزلة عرض علينا نوعية هذا الميزان، فقال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ميزان، ميزان يزن بالذرة بالدقة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يظلم ربك أحدا، ميزان اعتدالي. ويقول لنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية ذكرت في أي سورة؟ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في سورة الحجرات. وين ذكرت؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء هذه إلى أمر الله، فإن فاءت أمرنا صلحا، فإن فاءت فأصلحوا بينهم، أقسطوا بينهم، اعدلوا بينهم. كلها أوامر تنص على نص واحد، فأصلحوا بينهما بالعدل. حتى وأن تصلح لازم يكون عندك ميزان، حتى وأن تصلح ميزانك لابد أن يكون مستقيم، ما يكون تظلم هذا على حساب هذا وتعدل على هذا دون هذا، حتى في ميزان الاعتدال. فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لأنه ميزان، هذا الميزان لو استطعنا أن نحافظ عليه لأدركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذاك الصحابي كما عند البخاري فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، نحلت ابني هذا نحلة، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هل ميزانك عادل بين أولادك؟ قال لا يا رسول الله، قال أشهد على هذا غيري. وجاء في رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. شوف حتى في ميزان العطاء، في ميزان العدل، في ميزان المساواة، في كل شيء، قال لا أشهد على هذا، لأنه ميزان اعتدالي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. شيطان طبيعي أن يزرع بين الإخوان أن أبوي يحب فلان أكثر من فلان، يعطي فلان أكثر من فلان، يتعامل مع فلان أكثر من فلان، أسراره عند فلان أكثر من فلان، طبيعي. ولذلك يعقوب أدرك هذا الأمر فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ردني ربي على هذا الميزان، لأنه مدرك أن ذولي عندهم قاعدة المفاضلات والمقارنات. صاحب الميزان أن يدرك أن حياته ينبغي أن تكون على التوازن في كل شيء، في مجلسه، في كلامه، في قوله. ولذلك فيما تقول وازن، وفيما تسمع وازن، وفيما تفعل وازن، وفي كل شيء الإفراط مذموم والجفاء مذموم. ولذلك لقمان عليه السلام أيضا أوصى ولده بصور التوازن التي لو قرأتها لرأيت ثمرتها وأثرها في حياتك. ومسك الختام، تدرك أننا في ميزان التوازن ليكن شعارنا سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زل يوما أو غلط من ذا الذي ما ساء غط ومن له الحسنى فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا وإياكم من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. إن قلنا الصواب فمن الله، وإن أخطأنا فنحن بشر نزل ونخطئ ونقع في التقصير ونقع في الخلل. فنسأل الله أن يجبر سوء أخلاقنا بحسن أخلاقنا، ونسأل الله أن يجبر نقصنا بحبنا له، ونسأل الله أن يعاملنا بلطفه وبإحسانه وبكرمه. كتب الله لكم جلوسكم وأجركم وأثابكم الله، وجعل الله هذا اليوم مبارك عليكم أجمعين، وجعل حياتكم سعيدة، كما بلغكم منتصف شهركم أن يبلغكم منتصفه الآخر، وأنتم عتقاء من النار، وأنتم سعداء، وأنتم مقبولين.
أسعدكم الله في الدنيا وأسعدكم الله في الآخرة وأسعدكم الله في بيوتكم وأسعدكم الله في حياتكم. والله لا أملك في ختام هذه الكلمة إلا حقيقة بطاقة شكر وعرفان لكم جميعا، فكل من زاروا هذا المسجد من الضيوف إلا يشكرون على جماعة المسجد، جل من أتوا حقيقة يدعون لكم ويشكرون حسن يعني وفادتكم وحسن أسلوبكم وحسن حضوركم. والله إن بعضهم يقول ذهبنا إلى أماكن أخرى وزرنا أماكن أخرى، فوالله إن هذا جماعة مسجدكم لها من يعني الرونق ولها من الأمر ما لا يعلمه إلا الله. فوالله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جميعا، وأشكر حقيقة الإخوة القائمين على النشاط، الشيخ مبارك إبراهيم والشيخ علي جزاه الله خير والأستاذ مشاري وبقية الإخوة وليهنون يعني على هذا الجهد المبارك الذي هو حقيقة دعم للخير ونشر للخير. بارك الله في الجهود وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.